قريب من بيت الأمة بيقابلك ضريح مهيب وكأنه متحف فرعوني قديم، وهو واقف ساند على مسلتين طوال لونهم بني، فوقهم نقوش فرعونية جميلة على شكل جناحين لطائر. الضريح البديع اللي على شكل مستطيل ده هو ضريح الزعيم سعد زغلول اللي بيرجع تاريخ إنشاؤه لسنة 1927، وهي نفس السنة اللي توفى فيها زعيم الأمة. فقررت الدولة وقتها عمل ضريح جنب بيته. يمكن كتير مننا ما يعرفوش ان سعد زغلول اتدفن اول ما مات في مقابر الامام الشافعي، لان الضريح وقتها ما كانش اتبنى، ولما اكتمل البنى نقلت رفاته الى الضريح. خلدت الدولة ذكرى الزعيم سعد زغلول بنحت تمثالين، واحد في القاهرة والتاني في محطة الرمل في اسكندرية.